أهلا وسهلا معكم الأستاذ مساء نار، مساء نصيركم الخير، للبث. الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله. الأستاذ حاب نسقسيك في قضية الوالدة تاعي توفى، الوالدة تاعي توفات قبل الوالد تاعها، بويها كما نقولها. الأم تاعك توفات قبل والديها؟ توفات قبل الوالد تاعها، وكي توفى هو الأخوة تاعي راحوا داروا الفريضة ما دارولناش حنا. أنت تقصد حبيت تسأل عن التنزيل؟ عند التنزيل وكاين حد مشكل قال لك هما، قال لك حنا سقسينا انه شرع ربي ما يعطيكش، هذيك ما درناكمش. شرع ربي يعرفوه غير في الورد، صح؟ يعرفوه غير كي نحول الام تاعك. انا بغيت نعرفوا في الام تاعي، وعندي الخال تاعي خوها متوكي قبل الام تاعي، داروا الحفله تاعو هذه كيما يحبوا هما. الفريضه هذه ما يحكمهاش القانون، يحكمها المزاج. مازلت الله غالب وش عندي انا اللي تهضر معايا، يقول لك شوف عيط للشيخ في الكوس قبل حوايج من هكذا، ما عندي ما نقول لك. دوك نجاوبك. سقسي الشرع اولا، فاهم؟ نعم. واش حاب ندير واش ندير؟ القضية تاعكم تستوجب اللجوء إلى المحكمة عن طريق إقامة دعوة قضائية عند قاضي شؤون الأسرة للمطالبة بالتنزيل. نص المادة أعتقد 169 من قانون الأسرة تتحدث صراحة أن كل من توفي ولديه أحفاد وجب تنزيلتهم منزلة والدهم لو كان حيا، أو مورثهم لو كان حيا. بمعنى أنه اللي مات وخلى أبناء ولكن الوفاة تاعو قبل جدهم، يعني قبل الوالد تاعو، وهذه وقعت كثير في كثير من الحالات، وهي في الحقيقة كاين كثير من الأشخاص يتجهلوا بأن كاين مواد، العدد أعتقد المواد 3 مواد على ما أعتقد تنظم التنزيل. تروح أولا إلى المحكمة لأنه لدى الفريضة يعتقد بأنه هو اللي قرر من يرث ومن لا يرث. حقيقة المتوفي لا يرث، وحقيقة المتوفي ما يدخلش في الفريضة، ولكن اللي عنده المصلحة اللي هو أبناء هذا المتوفي يروح يدير دعوة قضائية أمام قاضي شؤون الأسرة تاع المحكمة اللي واقع فيها العقار أو لمحل الإقامة، وتطلبوا فيها أنتم الأبناء، تطلبوا فيها تنزيلتكم، يعني باش تحلوا محل المتوفي اللي هو الأب تاعكم أو الأم تاعكم، لأن هناك مجال نفتح قوس، لأن هناك من يقول بأن التنزيل يخص الذكور دون الإناث، والحقيقة هذا اختلاف في بعض الآراء الفقهية فقط، ولكن في نظر القانون واعتمادا على الدستور بأن الرجل والمرأة بنفس المقام وبنفس المساواة، لذلك يحق للرجل ما يحق للمرأة. إذا نروحوا عند قاضي شؤون الأسرة نطلبوا تنزيل الأبناء اللي هما المدعين، اللي هما أنت والإخوة والأخوات تاعك، ترفعوا دعوة على باقي الورثة باش تنزلوا منزلة والدكم لو كان حيا، بشرط أنه المناب تاعكم راح يكون في حدود لا يتجاوز ثلث طبعا التركة. هذا طبعا السؤال يجينا دائما، ولكن النصيحة اللي نقولها دائما للناس أنهم يروحوا مباشرة إلى قاضي شؤون الأسرة تاع المحكمة ويطلبوا التنزيل تاع هؤلاء الأحفاد منزلة والديهم، وفيما بعد هذا الحكم راح يكون لزاما على باقي الورثة يدخلكم في الفريضة، ولأنكم تقدروا حتى تطلبوا التوقيف أو إلغاء هذه الفريضة إذا ما تحصلتوا على حكم بالتنزيل.